السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، لقد أعطى البرنامج الحكومي أهمية كبرى للاستثمار، سواء تعلق الأمر بالاستثمار العمومي أو الاستثمار الخاص الوطني الأجنبي، وذلك عبر تفعيل التتبع والتقييم لعقود الاستثمار والتزامات المستثمرين فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المستفيدة من التحفيزات العمومية. تحسين، لأن كما لا يخفى هنالك استثمارات تستفيد من تحفيزات عمومية كالعقار وكبعض الأمور الأخرى المتعلقة بالضرائب وغيرها. تحسين مناخ الأعمال بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين من خلال مجموعة من التدابير، من بينها وضع ميثاق جديد للاستثمار وتحيين الإطار القانوني والإجراءات الخاصة بالتحفيز على التصدير وإصلاح النظام العقاري وتسهيل مصادر الاستثمارات. بخصوص الاستثمارات العمومية، فقد سجل بالنسبة للمؤسسات العمومية تسريع وتيرة اجتماعات المجالس الإدارية التي بتت في ميزانية 2012، حيث بلغت مجموع المجالس الإدارية التي تم ترتيبها بين يناير ونهاية شهر ماي 2012 ما يفوق 105 مجلسا مقابل 63 مجلسا في سنة 2011، في 31 دجنبر 2011. وهذه المجالس كتعرفوا هي اللي كتتخذ القرارات تعلق الأمر بالعمران أو بغيرها، وكثير منها يعني ترأست أنا والأغلبية ترأسها الإخوة الوزراء. بلغ حجم الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها في مجموع هذه المجالس ما يصل 100 مليار درهم، تم إلى حدود نهاية شهر أبريل 2012 صرف 17 مليار درهم منها، أي بنسبة 17%. أما فيما يخص استثمارات الدولة، بلغت نسبة الالتزامات فيما يخص استثمارات الميزانية العامة 46% في نهاية شهر ماي، بمعنى الالتزامات ماشي تنجزات ولكن دازت، مقابل 51% في شهر ماي 2011، كاين فرق ديال 5%. كما بلغت نسبة الإصدارات 76% في نهاية شهر ماي مقابل 74% في نهاية شهر ماي 2011. فرغم أن هذه السنة جاءت بعد سنة أزمة، ورغم تأخر الحكومة في الحصول على التنصيب، ورغم كل هذا، فإن الفرق بين هذه السنة والسنة الماضية ضعيف جدا. وقد تم هذا بفضل التتبع والمواكبة التي تقوم بهما الحكومة من خلال لجنة تتبع الاستثمارات العمومية التي تنعقد على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع وتيرة الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز المعيقات. فيما يخص عمل اللجنة الوطنية للاستثمارات، عقد اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات في 28 ماي 2012، حيث تمت المصادقة على 35 اتفاقية، منها اتفاقية يعني بين الدولة وبين المستثمرين، منها 16 اتفاقية استثمار جديدة بلغ حجمها 18.7 مليار درهم وإحداث 4700 منصب شغل. وتندرج هذه الاستثمارات في إطار النظام التعاقدي بين الدولة والمستثمر، يعني بمعنى أن الاتفاقيات الأخرى ماشي جديدة، كانت مصادق عليها فيما سبق وعودتني يعني صدقنا على تمديدها. فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية المباشرة بالمغرب، فإن المعطيات المتوفرة إلى حدود نهاية سنة 2011 تبرز أن حجم المداخيل بلغ 25.6 مليار درهم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، وحسب آخر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل سنة 2012 حول آفاق ومستجدات الاقتصاد العالمي، أنه من المتوقع أن تسجل تدفقات الاستثمار على المستوى العالمي انخفاضا بحوالي 24%. هذه نتائج الأزمة العالمية التي يعرفها الجميع، وذلك بفعل تأثير الأزمة الاقتصادية وما صاحبها من تقلص في الطلب العالمي وتراجع في نوايا وبرامج الاستثمار لدى الشركات بسبب تزايد المخاطر وترسخ أجواء الشك حول تعافي الاقتصاد العالمي. وفيما يخص بلادنا، فقد عرفت الفترة الممتدة ما بين يناير ومايو 2012 تراجعا طفيفا للمداخيل ب 0.4 مليار درهم أو 3.8%، بمعنى أنه عالميا صندوق النقد الدولي تيتكلم على 24% ديال التراجعات. غتصنت أبوه، خص تكون كتصنت أنت شي شوية، ماشي غير حيت الأغلبية صافي. والمغرب 3.8% مقارنة مع سنة 2011. ورغم ذلك فبلادنا حافظت على تصنيفها على الصعيد الجهوي فيما يخص استقطاب الاستثمارات، فالمغرب يصنف ضمن الدول العشر الإفريقية الأولى الأكثر جاذبية لهذه الاستثمارات، حيث استقبل 10% من الاستثمارات الموجهة إلى منطقة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. بكل صراحة الإخوان، المغرب راه مر من أزمة بحال أزمات اللي مرت منها الدول الأخرى، تونس ومصر وغيره.
لكن ماشي في نفس الحجم. اعتقاد ديال المستثمرين الاجانب كتعرفوا ان الرأسمال جبان كياخذ الاحتياطات ديالو. اعتقاد ديال المستثمرين الاجانب لابد تكون تأثرت، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ انهم جاوا للمغرب واتصلوا وحنايا كنستقبلوهم وتيشوفوا الحمد لله الوضع في المغرب مستقر والامن يعني ديال البلاد مستقر وكاين واحد التعبير عن الرغبة والنية في الرجوع للاستثمار في المغرب، بل ان هنالك كثير من يقول عندي مشاريع. انا احنا يعني استقبلنا رجال الاعمال الفرنسيين واستقبلنا رجال الاعمال الاسبان كيقولوا احنا غادي نجيو للمغرب نستمر، ولكن هذا الشيء ما تيكونش بين عشية وضحاها، مجرد يعني وباقي ما خرجناش من الواد ونشفوا رجلينا ندوز هذه الازمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الراجح انه الاستثمار كيرجع خصوصا في المجال السياحي. وتجدر الإشارة إلى أن التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية بالمغرب يبرز تغيرا هيكليا في نوعية القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، وهكذا احتل قطاع السياحة والعقار المرتبة الأولى من حيث التصنيف ب 34% مقابل 21% سنة 2005، في المرتبة الثانية استثمارات القطاع البنكي ب 13% مقابل 0.5% سنة 2005. أما حسب التوزيع الجغرافي فيعتبر الاتحاد الأوروبي المصدر الأساسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، حيث ناهزت نسبته 76% من مجموع الاستثمارات التي استقبلتها بلادنا. وهذا أولا طبيعي، الاتحاد الأوروبي منطقة رغم الأزمة كتبقى هي الأكثر تقدما، ولكن لعلكم واعون أننا نحاول أن نشجع علاقاتنا يعني التجارية والاقتصادية مع الأطراف الأخرى، سواء تعلق الأمر بآسيا أو تعلق الأمر بدول قريبة منا نسبيا كتركيا أو العالم العربي أو إفريقيا بالخصوص. ويعد انطلاق مشروع كبير ببلادنا كمشروع رونو لصنع السيارات. هذا راه ما تنساوش هذا الشيء، هذا راه مشروع كبير جدا، وكانت هنالك كان هنالك يعني مقاومة من بعض الفرنسيين في أن يأتي هذا المشروع إلى المغرب، وتشجعوا الناس ديالو جاو لأنهم شافوا في المغرب مبررات باش يجي، والحمد لله اليوم راه تيشتغل وناجح، وكنظن غيكون عنصر مشجع لاستثمارات أخرى من نفس الحجم. واستقطاب مجموعة بومباردية في قطاع الطيران، وكذا الاستثمارات الأخرى في قطاع السياحة والطاقة، وذلك في خضم أجواء الأزمة العالمية دليل على الثقل الذي يحظى بها اقتصادنا. كما تنصب جهود الحكومة للنهوض بالاستثمار على تحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام. نكون واضحين الإخوة، رجال الأعمال والقطاع الخاص ماشي ما كيستثمرش، ولكن ما مرتاحش لواحد العدد السلوكات في الإدارة، ما مرتاحش لواحد العدد ديال التعقيدات، ما مرتاحش لانه كيصعب عليه يستعمل العقار اللي بعض المرات كيكون ديالو. وانا ملي تعينت رئيس ديال الحكومة دخلت في علاقة مع الاتحاد العام للمقاولات المغرب اللي كان كيترأسه السي حوراني، قلت له قول لي شنو هو المشكل اللي كاين عند رجال الاعمال احنا نحلو. دابا الاخوان ديال الاتحاد اختاروا سيده رئيسه، احنا مستمرين على نفس العلاقات، وهي كتقول باللي يعني الاستعداد من الحكومه كيظهر موجود خاصها توفي. احنا كنقول لها من هذا المكان ما غتلقاي منا الا الوفاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. متابعه واني حتى هما خصهم يوفيوا. متابعة المشاريع الاستثمارية العالقة وتحسين الحكامة والتتبع، هذا الشراء كذلك يدخل في مسؤولياتك السيد وزير الداخلية باش تعاون شي شوية دوك المشاريع العالقة حتى لا تبقى عالقة. مراجعة الإطار المؤسساتي والقانون للاستثمار. فيما يخص تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، تم في 9 مارس الماضي التوقيع على مذكرة التفاهم بين الحكومة والاتحاد من أجل التأسيس لحوار وتشاور دائم مع الفاعلين الاقتصاديين. الشراكة التي تؤسس لها هذه المذكرة هو اليقظة المستمرة والتفاعل الإيجابي مع تطور الظرفية الدولية والوطنية
وما لأنهم شركاء، ومع انشغالات المقاولات والطبقة الشغيلة من أجل بلورة التصورات والمقترحات الكفيلة بتنمية الاستثمارات وتقوية نسيجنا الصناعي والرفع من قدرات اقتصادنا وتنويع مصادره وتحسين موقعه على الصعيد العالمي. كما أن الحكومة عازمة على تطوير عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، والتي ترأست اجتماع السنة الثالث في شهر مايو الماضي، بهدف تعزيز وتنسيق التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال والعمل على مؤسسة واستمرارية منهجية العمل المتبعة والمبنية على برنامج عمل سنوي محدد الأهداف والتدابير. باش تكون الأمور واضحة للإخوان، أنا بالنسبة إلي الاجتماعات اللي كنعقدها مع اللجان المختصة ليست اجتماعات خصني نكملها والسلام، لا، خصني نعرف شنو هما الإشكاليات الحقيقية، وخصكم تعرفوا باللي الإشكاليات الحقيقية كتعالج بقرارات حقيقية ولكن تتكون تدريجية وحدة وحدة وكتعطي النتيجة ولكن بعد حين. وقد تمت المصادقة على برنامج عمل هذه اللجنة للسنة الحالية والذي يرتكز على ما يلي: تقوية الحكامة الجيدة وضمان الشفافية والتنافسية في عالم الأعمال، هذا الجميع يعرف أنه شعار هذه الحكومة، ملائمة المناخ القانوني لحاجيات الاستثمار والرفع من نجاعة حل النزاعات التجارية، تحسين الولوج إلى العقار. ماشي معقول مغربي بغى يدير مشروع والأرض موجودة يوحل، وكاين أراضي اللي كتجري عليها قوانين اللي كان خاصها تفك هذه 10 و20 عام، القانون تيقول بعد 10 سنين مولاها يمكن له ياخذها يتصرف فيها، ولكن منين غادي يجيب رفع اليد؟ حتى واحد ما يعني من أصعب الأشياء، حتى واحد ما كيتشجع يتخذ القرار. هذه الحكومة هذه غادي تعمل الإجراءات اللازمة باش تمكنوا الناس من الأراضي ديالهم، وباش اللي جاب شي مشروع وكان غادي يجيب لنا فرص ديال الشغل، ولا غايجيب لنا الثروة للمغرب، ولا غايجيب لنا العملة الصعبة نسندوه، ولا وأنا قلت لهم في العلانية إذا اقتضى الأمر، إذا كان من الممكن نعطيه للمستثمرين الأرض بدون مقابل، بدون مقابل. شنو كبريت باب هذا الأرض؟ نعطيها لهم بدون مقابل وهما يعني يلتزموا، ولكن يلتزموا، ما كاينش لا سبيكولاسيون، ما كاينش يعني المضاربة. كاين واحد العدد ديال 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 المناطق الصناعية نشروا الأرض فيها ومخلينا 10 20 عام، الله أعلم علاش كينتظروا. هذه المسائل هذه سوف تعالج. تيسير الولوج إلى التمويل. وفي إطار برنامج اللجنة لسنة 2012 تشتغل الحكومة على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الرقي بمناخ الأعمال ببلادنا، ومن تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية ومراجعة جملة من القوانين التي تهم الاستثمار والمقاولة. أما فيما يخص دراسة المشاريع الاستثمارية العالقة وتحكيم الحكامة والتتبع، تم تأسيس لجنة حكومية خلال الاجتماع الحكومي المنعقد بتاريخ 26 أبريل 2012 برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، تضم كافة القطاعات المعنية بهدف دراسة المشاريع الاستثمارية العالقة بغية إيجاد حلول فعلية وآنية لها. وفي هذا الصدد بشرت اللجنة مذكورة عملها بعقد اجتماعات مكثفة مكنت من القيام بجرد أولي لمختلف مشاريع الاستثمار التي تواجه مشاكل، تحديد نوعية المشاكل المطروحة والجهات المعنية، اقتراح حلول عاجلة. وخلال اجتماع هذه اللجنة يوم 22 يوليو 2012 تم تقديم حصيلة أولية يمكن تلخيصها في التالي: العدد الإجمالي للملفات المعنية 50 مشروع دون احتساب المشاريع العالقة على مستوى المراكز الجاوية للاستثمار. هذه كلها اللي على حساب المعلومات ديالي استفدت من العقار ديال الدولة، وفي نفس الوقت ما قدرتش تنجز لسبب أو لآخر. عدد المشاريع المتوقفة منها 43 مشروع بحجم استثمار يقدر ب 86 مليار درهم ويروم إحداث 30,000 منصب شغل. عدد الملفات المنجزة والتي تعرف مشاكل 7 ملفات، هذه مشاريع بدات ولكن تعرف مشاكل، 7 ملفات يقدر حجم استثماراتها ب 4.34 مليار درهم و 3126 منصب شغل محدد. نوعية المشاكل المطروحة تخص الجانب المتعلق بالتمويل ومنح الرخص الإدارية وكذا تعبئات الأداء الوعاء العقاري. أما الجانب المتعلق بمراجعة الإطار المؤسساتي والقانون للاستثمار، فهناك مجموعة من النواقص تدعي التسريع بالإصلاح لتنزيل الإرادة الحكومية بالتطوير والرفع من الاستثمارات، حيث أن الإطار القانوني للاستثمار غير محيّن وغير مندمج. تعدد المؤسسات القائمة على الاستثمار، كاين واحد العدد المؤسسات اللي مفروض ملي يجي المستثمر تلقفوا وتساعدوا وتشوفوا شنو بغاو وتعاونوا، ولكن متعددة، وهذا التعدد ديالها ما تيلعبش في الصالح. كاين توجه نحو توحيد هاد المؤسسات، غياب التعاون والتناسق والاندماج فيما بينها،
الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، المراكز الجوية للاستثمار، وكالة التنمية الفلاحية إلى آخره إلى آخره. إحنا ما كنقولوش كل شيء غيبدأ يدير، ولكن على الأقل تكون كتخضع لتوجيه واحد، وتكون كتخضع لرؤية واحدة، ويكون بينتها التنسيق الكافي، وما يبقاش بينتها التضارب، لأن هذا الشيء معروف. غياب الفاعلية فيما يخص استقبال المستثمرين وتوجيههم، مواكبة ومصاحبة. هو في الحقيقة المستثمر خصو ملي يجي للمغرب خصو ما عرفش شنو بغيت نقول لكم، خصو ماشي قال لي يقول لي كاين مشكل، اللي يقول لي ما كاين حتى مشكل، كل شيء الحلول وجدناها لك قبل ما تجي، وتذليل الصعوبات التي يواجهونها والترويج بشكل فعال للمغرب كوجه للاستثمار. وهذا ما تشتغل عليه الحكومة بهدف إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسسات للاستثمار والمضيف الوصل الوطني الذي هم إصلاح المنظومة القضائية بالمغرب. هذه واحد الإشكال الأساسي، لأنه المستثمرين كيجيو فرحانين، ولكن كيقول لك ملي تيوقع مشكل كل شيء تيولي ظلام. سيد رئيس الحكومة، سيد رئيس الحكومة، انتهى الكلام. لا لا لا، بقيت لكم عشر دقائق. أي صافي، هل تريدون مواصلة الجواب أو الحقيقة بها إجابة على التعقيب؟ لا لا لا، فقط لتدبير وقتكم، تفضلوا. وخصوصا منه الجانب المتعلق بقضاء الأعمال والمنازعات التجارية، والذي من شأنه أن يطمئن المستثمرين ويشجع الاستثمار الأجنبي للاستقرار ببلادنا. وكما لا يخفى عليكم كاين الآن ورش لإصلاح القضاء، نرجو أن يتعاون الجميع فيه، إنه في مصلحة الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.